السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في صفحة هل تعلم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. والله يا كبير يا محسن، هذا السؤال بنحل كالتالي. عندك جسم كان 200 كيلو جرام كتلته، بعدين يتقسم إلى ثلاث أقسام A و B و C، وأعطاني كتلة كل واحد بسؤال ال 14 إيش واحد. بلش بسرعة، أعطاني إياها 150، بلش بسرعة 150 جسم كامل قبل ما يتقسم، وبعدين أعطاني سرعة الجسم الأول، هي الجسم السرعة A، وأعطاني بـ parallel to the XZ plane. يعني هذا بستنتج منه إنه الـ Y VY equal 0، هذا بالنسبة لإيش؟ للجسم B. هسا الجسم C هو اللي طالب سرعته، فمن نجد الـ VCX و VCY و VCZ. تمام، هسا بما انه ما في عندي ولا اي external forces، بيكون ايش؟ بتكون الزخم محفوظ والانجلر مومنتم محفوظ، ف linear momentum والانجلر مومنتم محفوظين. فعندي القانون الـ initial يساوي الـ final. حكينا الـ initial كان اول اشي ايش؟ جسم واحد كتلته 200 وكانت سرعته معطيني اياها 150، فا وين هي كتلته 200 وسرعته 150، ويساوي ام اي واحد ام اي وفي اي. في اي طبعا بنعرف انها اي وجي وكي، معطيني اياها بالسؤال. حكينا الفي بي بارالل تو اكس وزد بلين. تمام، فعندي ايش؟ حكينا الجي بتكون صفر على الوايات، عندي هون مجهولين، وعندي السرعة الأخيرة اللي بدي إياها فيها ثلاث مجاهيل. بقدر أستنتج من شو اسمه ال V C Y من خلال إيش؟ عندي هنا ما فيش، باخذ ال J هنا زيرو، وهنا بضرب المية في السالب 120، وزائد الأربعين في C في V C Y J، وبتطلع عندي ايش؟ سي في سي للايش؟ للواي. هسه بضل عندي الاكس والزد، كيف بدي اطلعهم؟ بطلعهم من خلال الانجولر مومنتم. هسه الانجولر مومنتم حكينا محفوظ، بما انه بلش من الاوريجين، اذا الار فيكتور ايكوال 0، فصفرت ايش؟ الانيشال. هسه الفاينل هي ار وام وفي تنزل، بس بتعوض هذول زي بتعملهم ماتريكس عشان كروس برودكت. وايش بتعمل بعدين؟ بعدين زي ما حكينا بالاستاتيك بتحطهم سالب، بتحطهم سالب، بعدين بتغطي على الاي، بتضرب ال 180 ب 160 ناقص هاي بهاي، وايش بعدين بتكون اللي هي ايات، بعدين بتسكر على هاي اللي هي سالب جهات هاي، ال 550 ب 160 و 270 ب 240، تطلع عندي ايش؟ السالب جهات. بكتب القوانين هاي تطلع عندي من كل وحده هون اي وجي وكي، وهون اي وجي وكي، وهون اي وجي وكي، باخذ الايات لحال والجهات لحال والكيهات لحال، بتصير عندي ثلاث معادلات. ثلاث معادلات عندي كم مجهول؟ 1 2 3 4 5، خمس مجاهيل. بيطلع عندي وحده من المعادلات واستنتج منها شيء مباشر على السريع، اللي هي هاي تاعت ال هاي، بس اضرب هذول كلهم واطلع الجواب الاخير، بيطلع عندي هذا الايات او الجهات او الكيهات، وحده منهم اعتقد الايات، بيطلع معك هذا الرقم مباشره. وعندك الواي طلع من فوق، طلعنا الايات هي هون، وبطلع من القوانين اللي يعني المعادلات تطلع معك. حتى بتستخدمش ال VB و VBX و VBZ، ما بتستخدمهم بالمرة، بتطلع معك هاي مباشرة.